أنا نتواصل معاكم من خلال فقراتنا في شاي الضحى. أنسام، يعني كثير من أولياء الأمور ألاحظهم يعانون مع أطفالهم طبعا. موضوع روحة الطبيب، لأن بعض الأطفال عندهم فوبيا من الطبيب وتلاقينهم يبكون، يعني وايد لما نروح المستشفيات نشوف مشكلة يصير بالضبط، وتلاقينهم قاعد يبكون مو لأنهم يعني مرضى من الخوف، يصيرون يبكون. الحين الطب ما شاء الله تطور والعلم تطور وصار في حلول كثيرة، منها الواقع الافتراضي، هذا اللي راح نتسولف عنه في هذه الفقرة مع ضيفتنا الدكتورة ليلى الكندري، طبيبة أطفال في مستشفى الأميرة. حياك الله معنا في شاي الضحى ونورتنا. الله يحييكم ونوركم. حياك الله دكتورة، نورتينا ونبنسمع السوالف هذه إن شاء الله. قبل لا نسولف أكثر عن هذا الموضوع دكتورة، حابة ضيفة، إيش تبين، شاي أخضر ولا شاي عادي؟ شاي عادي. أوكي. على ما أصب الشاي، إيش رأيكم نطلع نشوف هذا التقرير ونرجع نتواصل معاكم في شاي الضحى. رجعنا لكم مشاهدينا من بعد هذا التقرير، وفاطمة شكلها عندك أسئلة وايد. عندنا أسئلة وايد، يعني فعلا الموضوع وايد شدني وأكيد راح يشد كل اللي قاعد يتابعونا، لأن الأطفال في المستشفيات دايما عندهم هذه الفوبيا، راح نعرف أسبابها. لكن أول شيء ودي أعرف شنو هو الواقع الافتراضي دكتورة ليلى؟ اوكي، اول شيء بالنسبه حق يعني فكره الواقع الافتراضي، هي الفكره يمكن موجوده، كانت تستخدم بوايد مجالات، يعني كان استخدامها يمكن مجال الترفيه موجود منتشر يعني وايد، مجال التدريب، مجال التعليم. الاستخدام الجديد كان انه ليش ما خلينا نقول نوظف الترفيه في شيء في مجال طبي، خاصة إن إحنا في طب الأطفال، يعني إحنا يمكن الياهل ما يقدر يعبر عن نفسه، ما يقدر يقول أنا يعني متضايق أو متوتر أو خايف. الواقع الافتراضي هي تقنية إن الشخص اللي يستخدمها لما يلبس مثلا، هي نظارة، أوكي، هي نظارة عرض يسمونها، نحط فيها جهاز، غالبا نستخدم سمارت فون، يعرض فيديوهات. الفيديوهات هذه أنا لما أشغلها، الياهل لما نحط النظارة عليه خلاص اندمج، دش بعالم ثاني. لما أنا سكرت الرؤية عنده من كل الجهات، مجرد أنه قاعد يطالع الفيديو. الفيديو هذا عبارة عن 3D ثلاثي الأبعاد و 360 درجة، يعني هو وين ما يتلفت، يعني لو يلف ياخذ فرة كاملة راح يطالع حوالينا، لو يطالع فوق وتحت كله واقع افتراضي، مو نفس المكان اللي هو عايش فيه في الواقع اللي هو المستشفى. شغلة حلوة ما شاء الله، وتكنولوجيا حلوة دكتورة. الهدف منها هل يعني أكيد لها أهداف، يعني هل عشان تلهي الطفل أو تقلل، يعني ممكن تذكرين الأهداف صحيح اللي ممكن يستفيد منها من هذه؟ صحيح كلامك. طبعا احنا الحين الفكرة باستخدامها، احنا قاعد نستخدمها حق كذا شغلة في المستشفى، خاصة حق الأطفال. المجال الأول اللي هو خلينا نقول سحب الدم، يعني الياهل لما يروح المستشفى ويقولوا له تحليل، هو مجرد يسمع تحليل خلاص يعني فصل ودش بحالة توتر وعصبية وخوف. فني هنا احنا نعرض عليه انه ايش رايك تلبس النظاره، تطالع فيديو، اذا شفت الفيديو راح تندمج فيه. بنفس الوقت احنا ما راح نقص عليه، احنا قاعد نقول له ترى احنا راح نسحب منك دم، وايدك هذه ثبتها، راح نسحب من هني وان شاء الله ما راح تحس بالابره. فيعني هو عارف شنو راح يصير، بنفس الوقت هو قابل الفكره انه هو يعني مثل ما يقولون يلها. نعم. إنزين. هذا مجال. المجالات الثانية هي بعض المرضى اللي تمون عندنا في المستشفى لمدة طويلة. نستخدم لهم الجهاز كنوع من الترفيه، انه هو بدال ما يتم طول الفترة قاعد ومتملل وبس خلاص اوكي مل من التلفزيون مل من التلفون، نعطيه شيء، نوفر له شغلة يمكن مو متوفرة وايد، بحيث انه هو يلهى ويستانس فيها. يمكن شفنا لقطات انه فعلا طبقته على بعض الحالات، ايش كثر شفتوا ان الموضوع نجح مع الاطفال؟ هل كل الاطفال تفاعلوا مع الموضوع بشكل ايجابي؟ للأمانة لا، مو كل اليهال، خاصة يعني خلينا نقول المرضى اللي صار لهم
عندهم بسم الله علينا وعليكم الأمراض المزمنة اللي يسوون زيارتهم المستشفى بشكل دوري. هذيل المرضى للأسف يكونون خلاص يعني تعبوا وتعودوا، فلما أي أنا أعرض عليها الشيء في بعضهم يقبلون، بس الأغلب يقول خلاص أنا مو محتاج، أنا مو خايف من سحبة الدم. هذه شغلة. شغلة ثانية اليهال اللي ممكن يخافون، يعني يقول أنت شنو بتلبسيني، شنو هذا، مو عارف مو فاهم. اللي نواجه معاهم يعني مثل ما يقولون أحسن النتائج هم اليهال اللي عارف يعني شنو في آر. أقول له بلبسك نظارة، بوريك فيديو، أوكي يلا أحط له، يندمج لدرجة أنه حتى ما يحس بالإبرة وهي قاعدة دش بإيده. شغلة حلوة أن تلهي الطفل عن سوالف الدكاترة والخوف والأشياء هذه. صحيح. بس شنو دكتورة اللي دفعكم أنكم تطبقون التكنولوجيا هذه بالوقت الحالي؟ طبعا احنا الحين خلينا نقول رؤية سمو أمير البلاد حفظه الله الشيخ صباح الجابر، صباح الأحمد الجابر صباح، يعني هي كانت دافع لنيو كويت مثل ما يقولون 2035. هذه كانت أول خطوة إن شاء الله من مستشفى الأميري في كمشاركة في هذا الحدث. نعم. إن شاء الله. وحلو أنكم قاعد تستخدمون هذه التكنولوجيا اللي تسحر الأطفال، يعني أنا دائما أشوف الأطفال ينسحرون في التكنولوجيا. صح. في أنهم يسكتون نهائيا. صح. ويستسلمون لهذا العالم الافتراضي. صحيح. اللي ياخذهم لحق عالم ثاني. لكن الموضوع احيانا ممكن ينعكس بشكل سلبي، يعني ما ادري انا شيء قاعده اتصور، لان الموضوع فيه حركه والعاب، ممكن يتحرك الياهل وهالشيء ياثر على الابره، وشو ممكن الدكتور يتعامل مع الاطفال بهذه الحاله؟ صحيح. طبعا احنا لحين اول شيء اشرح له، اقول له ان ترى ايدك هذه هي اللي راح نسحب منها دم مثلا، انزين، ونكون مثبتينها، يعني في يكون في ستاند حاط ايده عليه، واقول له هذه ايدك ثبتها، والبس النظاره انا اضبط له اياها، اطول له صوت مثلا، اخليه يندمج، اشغل الفيديو. هني هو خلاص بدا شويه يدش بالجو، اقول له الحين ترى بنسحب الدم، نقوم ننظف ايده، فهو يعني هو قاعد يحس بكل هذه المؤثرات. موضوع انه هو يحرك ايده ولا لا، طبعا احنا لازم نكون مثبتين الايد. نعم. يعني موضوع ان احنا نخليها كذي سايبر صعب، وايد صعب، ممكن يتفاعل مع اللعبه بالضبط. او الفيديو اللي قاعد يتابعه. انا ممكن خلال اللحظه اللي بندخل فيها الابره اقوم اقول له مثلا التفت يمين، وهو قاعد على الكرسي يطالع يمين يطالع يسار يطالع فوق، فهني بالعكس اصلا تلهي زياده انه باللحظه اللي تدخل فيها في الابره وكذي ان شاء الله. هذه دكتوره الحين مقدمه حلقتنا كنا قاعد نسولف عن السفر وشون ان الناس لما يسافرون والاهالي ومع عيالهم. صح. واكيد يعني عندك بعض النصائح حق الاهالي لما يكونون مسافرون مع عيالهم. صحيح. طبعا بالنسبة حق السفر بالذات ننصح ان الطفل يكون عليه فون تاج، او اللي يسمونها يعني نيم تاج، نحط يا اما نحط له مثلا سلسلة، في تاتوز ينباعون، ان نحط عليه رقم تلفون الاهل. نعم. واسم الطفل، علشان لا سمح الله لو ضاع من الاهل انه ممكن اي احد يتواصل معاهم. هذه شغلة. الشغلة الثانية نعلم الياهل عادة انه هو ما يكلم الغرباء، ما يندمج معهم وايد، خاصة ان احنا في دولة غربة، يعني انا ما ادري شنو ممكن يصير، وين ممكن يروح الياهل. الأشياء الثانية طبعا التغيرات في درجات الحرارة، يعني احنا في جونا جدا جدا حار، لما الياهل بيطلع على جو ثاني لازم نحرص من الأهل على الأهل انه يحافظون على التغيرات، انه ما تكون مفاجأة، ما يكون الياهل مثلا سابح ويطلع من حر لبرد وكذي أشياء. بالنسبة حق مثلا شرب السوائل وايد خلال فترة الصيف، أو إذا مسافرين حق أماكن رطبة أو حارة، خاصة في الطيارة، يعني ضروري أن الواحد يحرص أنه هو يشرب ماء سواء للكبار ولا للصغار، لأنه يعني كثرة السفر تسبب ممكن جفاف في الجسم. صحيح. نعم. وكذلك حتى زيادة الضغط خلال الطيارة ممكن يعرض الإنسان إلى وايد مشاكل، فعشان كذي زيادة السوائل مفيدة. أكيد. نعم. أكيد. وفي سمعنا عن تكنولوجيا ساعات، ما أدري دكتورة، في شغلات اللي يحطونها مع الطفل مثلا تكون سلسلة أو شغلة
فيها عن طريق التليفون ممكن الأم تعرف هو وين موجود أو مكانه وين رايح، هذه هم ممكن أن الواحد يستخدمها. صحيح يعني صح، نعرف. وهل ما أدري يعني تنصحين الأم مثلا الأدوية اللي تكون ديرتها تكون عارفتها شوية، أنها ممكن تأخذ بعض الأدوية مثلا معها، ولا الأفضل أنه يعني أن تراجع الأطباء هناك لو يعني صار أي ظرف؟ صح كلامك. هو شوفي للأمانة ممكن أن احنا ننصح أن هي تأخذ أشياء بسيطة، يعني مثلا خافضات حرارة، مثلا قطرات للأنف، ممكن مثلا أقول لها والله أخذي معاك دواء حساسية، أشياء بسيطة وجرعاتها سيف يعني آمنة. لكن نخاف مثلا لا سمح الله أن يكون الياهل تعبان والأهل يجازفون في أنهم يعطونا مثل أدوية يعني شوية تكون أقوى، فدائما ننصح أن الطفل إذا كان تعبان كان مو في حالته الطبيعية يفضل أن يشوف طبيب أطفال يقيم حالته ويقيم شنو العلاج اللي فعلا هو محتاجه. نعم. كل الشكر لك دكتورة ليلى الكندري، نورتينا في شاي الضحى. لأمانة استمتعت وايد بهذا اللقاء، يعطيك العافية. يعطيك العافية دكتورة. مشكورين، يعطيكم العافية وشكرا على هالاستضافة، أنا جدا سعيدة معكم. استفدنا واستمتعنا معك دكتورة، حياك الله. ننتقل مشاهدينا لفقرة جديدة، راح نتكلم اليوم عن العملاء. كل عميل يطمح أنه يحصل على الخدمة المثالية والكاملة مع المؤسسة أو الشركة أو المكان اللي يتعامل معه. كذلك الشركات والمؤسسات تحرص دائما على نيل رضا عميلها وكسبه عشان يكون عميل دايم لهم. وأكيد هناك شروط وقواعد متعددة للتعامل مع العملاء حتى يتم تقديم الخدمة لهم بأكمل وجه. أكيد في أمور كثيرة خاصة بخدمة العملاء راح نتعرف عليها من خلال فقرتنا الخاصة 101 مع رحاب الطواري، استشاري واختصاصي خدمة عملاء. تابعونا.